الثانية تضم النصر الاستقلال السد بختة كور وركنية ملعوبة والهدف الأول على طول من حنيف عمران زادة. الهدف الأول من حنيف عمران زادة من كرة ركنية وسط ذهول مدافع فريق النصر السعودي في كرة عادية تماما على طول اللعب الركنية، والمدافع حنيف عمران زادة يتقدم وحط كرة برأسه على طول في مرمى عبد الله العنزي، أول أهداف المباراة. شوف الإعادة، شوف الإعادة على طول، يطلع حنيف عمران زادة وبرأسية في نفس المكان.